ولا ما مرش. في حاجة يا شاويش؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائم. لسه فيه رابع؟ في الطيران يا فندم. الله يخرب بيتي يا فندم، بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا، مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا، مستجدين انبا، مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري، مخالي شل. يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا، كمان اطرش ما بتسمعش، مخالي شل. يا فندم حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطته بغلبته يا عسكري، مخالي يعني جمع مخلة. شيل المخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور انصراف. مش ممكن يكون في أربعة منهم، أنا ما اديش عقلي لغيري أبدا أبدا. طعم إمبا على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، كما كنت يا عسكري. بص قدامك يا عسكري رجب، اعدل رقبتك يا عسكري. اصلها سرجنت يا فندم. متشكر قوي يا شاويش عطية، ربنا ما يحرمك مني. اخلص حتين بس كما كنت، ما بتعدلش يا عسكري، لسانك مزنجر زي رقبتك. غلطان يا فندم. اخلص عيب بقى كما كنت. استنى نمرتك يا عسكري. حمزة يا عسكري عد لدورك. حمزة دلوقتي كل واحد عرف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. أول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص طعم المدفع. احسن في المحل. ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره. اخلص طعم المدفع. احسن في المحل. بررم، شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شاويش عطية اصلي للحكاية. اخلص. انت نمرتك كام يا عسكري؟ اربعة. واربعة دي شغلتها ايه على المدفع؟ فلايس الباطة هاي الخلفات برست الباطة هاي هبنا هوبا لحاس الباطة. اخلص. دي شغلتك على المدفع؟ لا يا فندم لسه. هاي فحل همبو هاي سابو كراتا بسو سلطة. اخلص عسكري راجع. لا. مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس. سامع؟ سامع يا فندم. انما المرة دي هكتفي انك انت تدهن المدخنة ابويا. امشي غير هدومك يلا. حاضر حاضر.
طال من أدفعت؟ فين عمرت رجل؟ أنا فين عمرت بتشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يقرفك. شوف عملك توديك في داهية يا لؤ. حاضر يا فندم. اركب انا هفرقك يا طور.